السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم متابعينا عبر قناة الإصالة تي في. في هذا الفيديو والذي سنشرح فيه قناة الباهية والتي اختفت من التردد، أو بالأحرى صوت بدون صورة، يعني صوت بدون صورة. القناة كانت تشتغل بنظام الاس دي وأصبحت تشتغل بنظام الاتش دي، كل ما عليكم في نفس التردد، يعني بدون تغيير التردد، كل ما عليكم هو الدخول إلى القناة هكذا في أجهزة جيوم. أنا الجهاز اللي راني نشرح عليه هو جيو ام 4 ميني ايفو. في أجهزة جيوم ندخل إلى القناة هكذا، نديرو 4.0 تاعنا قنوات التلفزيون، ونأتي إلى القناة. القناة نقوم بحذفها، نحذف القناة، ولما نحذف القناة ندخل إلى التركيب، يعني إعدادات الهوائي، بيانات الهوائي هكذا. نقف عند التردد، التردد الحالي هو الخاص أو الباقة الجزائرية، فيه كل تقريبا جل القنوات الجزائرية. نأتي إلى يعني بريموت كنترول هكذا، كاين وين تهود هنايا هكا، تلقى تحت الروشرش. لا، هذا جهاز ام 4 ميني ايفو وأجهزة المشابهة له. المهم في كل أجهزة ابحث عن التردد، ابحث في التردد، لازم تبحث في التردد هذا. التردد هذا هو لم يتغير إخواني، لم يتغير، بل نظام البث من اس دي الى اتش دي. كل القنوات بغيت تبحث، كل القنوات حنا غادي نبحثو في الباقة، يعني البحث في التردد أو الباقة. نضغط أوكي، تخرجنا هذه الرسالة. حذف نديرو لا، البحث نعم، و عودة القناة. التردد هذا هو عودة القناة. لما درنا البحث غادي نلقاها مع التالي، هاي قناة الباهية، هاي قناة الباهية. أنا نظرا لحقوق البث مانيش باغي نوري اللوغو تاع القناة، ولكن عادت بنظام الاتش دي على التردد الحالي، لم يتغير التردد إخواني. كان هذا فيديو خاص وتنويه بالنسبة لقناة الباهية، تدخل تحذف القناة ثم تعيد البحث في نفس التردد وتعود ترجع القناة وبنظام تشغيل أو بنظام البث اللي هو اتش دي. صح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله.